انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها سيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب اكثر من مليون مسيحي في مصر مليون ومئة وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هتركها مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي مزعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعرض النهاردة تسريب لمكالمة بين القس الأرثوذكسي مارك من الدنمارك والقمص المدلس زكريا بطرس، واللي بيعترف فيها القمص مارك باستيائه من الأفعال الأخلاقية اللي بيقوم بيها الكهنة بمباركة من الأسقف أباكير، وبيقول ان الكاهن عايش في الخطية مع واحدة واثنين وثلاثة، والاسقف عارف وكمان بيعمل زي الكاهن. الو مقبل ايادي ابي الله يبارك فيك. انا صحتك من النوم ولا حاجة؟ لا يا ابويا صحت. طيب انا كويس بخير وانتوا عاملين ايه؟ أنا سألتي نشكر الله طب بركة كبيرة نشكر الله أمين. القناة ظهرت وردت شوية لسه شوية ولاد عزرة معلش هجيب دواء إن شاء الله أمين. أنا بطلب قدسك عشان حاجة. قدسك معايا خمس دقايق ولا مشغول؟ آه لا طبعا اتفضل يا أبي. طيب أنا كنت عايز أعترف بعد إذنك. تحت أمرك يا أبي. ايوه عشان النهارده كده قامت عليها حرب جديده وخليتني اشوف حاجات مش مخدرات في البيت وانا فعلا. اه طبعا. ابويا في موضوع الحاجات الواحد بيشوفها في الكنيسه الواحد حاسس بعجز يا ريت يكون في ناس مأذيه بحاجات مش عارف اعمل معاهم ايه. احنا ربنا مش عاملنا مغسلين وضامنين جنه، لا وربنا بيقول لك روح سلامتك الف سلام يا ابويا. الله يسلمك. لما بيكون الشخص يعني الشعب عايز يخلص من خطيه والكاهن او الراهب او الاسقف مصر على خطيه ومش عارف يخلص منه، ما بقاش عارف اعمل ايه مع الطرف اللي عايز يخلص. لا مش فاهم، ده لغز بالنسبه لي الكلام اللي بتقوله. لا لما اكون مثلا قلب كاهن تعرف ان كنا كاهن في الكنيسه فيها كاهن واحد. ايوه. لما يكون الكاهن عايش خطيه مع الناس. مع واحدة واثنين ثلاثة كمان واحدة والنبي يا ري كفاية بقى ده كمان واحد. لما كنا مثلا قلب كاهن تعرف ان كنا كاهن في الكنيسة فيها كاهن واحد. ايوه. لما يكون الكاهن عايش خطية مع الناس. مع واحدة واثنين ثلاثة ياها يا نهار اسود يا نهار اسود. والموضوع بقى شبه يعني ادمان وادمان مرضي كمان، يعني هو الشخص نفسه من اللي بيحس عنه بقى مرض يعني مريض. ياها. هو مش عايز يتكلم مش عايز يعترف مش عايز يقول اي حد اي حاجة لكن الناس عايز يطلع منه مش عايز يطلع منه. لان هم هو بيستغل انه كنيسة فيها كاهن واحد. وبعدين كمل. وفي نفس الوقت بتقول حاجه انه جوز مثلا ست يعترف عنده فيقول لك خلينا يقول لك خالي الخطيب بقى في الكنيسه في البيت تليفون في العربيه كل حاجه. ايه المصايب دي يا جماعه بس؟ ايه الوساخه دي كلها يا ناس؟ يا رب يسوع يا رب يسوع. والاسقف عارف. لا الاسقف ما ينفعش الاسقف يعني هو اللي بيعمل الحاجات دي مسجلين دول. وبعدين كمل. واثنين اسلموا للاسف. تاني حتى الفقره الاخيره دي بتقول ايه؟ اسقف بيعمل نفس المشكله ديت. اسقف ايه؟ بيعمل نفس المشاكل ديت وكانت في 200 اسلموا على عندي من القرشيه. اه. و10 15 مش قال لك يعني ايه؟ 10 15 بيناقص. ما تتكلموش عليا. اه. بس
بينزلوا له حاجات، فالحاجات دي بتتنشر بسهوله في وقت الان. فايل دلوقتي بتحطه على النت تحدثه لاي حد يشوف اي واحد في 5 دقائق. ايه ده فايل اللي عامل الحاجات دي؟ ايوه طبعا كله كله بيسجل كله ده. يا سلام الواحد مش عايش في الدنيا. ما اشكر ربنا الواحد بعيد عن الحاجات دي بتخيل حد لحد الواحد. ومذكورين بالاسماء وكده وكده؟ اه طبعا الناس معروفه يا ابني، بس الفكره ان كل واحد فيهم زي ما قلت لك عارف يحاول على قد ما يقدر يستغل قربه من بطنك. كل ما يقرب من بطنك ويطلع يقول لك البابا العظيم والبابا بتاع يأمن نفسه. فكده خلاص انت لو قلت اي حاجه انت كداب ومفتري والناس يدلوا على الشرفاء والنبلاء. اه صحيح مظبوط يا رب ارحم. هو قادر يعمل حاجه ولا مش قادر ربنا؟ طيب طبعا الامر امرك هو اللي يغير على كنيسته، هو اللي يوضع لها حد ونهايه. بس احنا نصلي من اجل النفوس دي، من اجل خلاص نفسها. امين يا ابويا يا رب. انا يمكن اليومين كده شديد قوي مع سناء شويه حاجات كده ابيس قالها قدامي. انا غيري غيري ناسي وغيري بعد والكلام صعب قوي، بس قلت برضه صلي كده ربنا ربنا شافها كتير قوي وعمل حاجات كتير قوي معايا. بس انا ساعات كده بحصل لي رده كده سمحتك كده العتيق. خد بالك قدسك ان ده العتيق، يعني لما تحدد المرض يتعرف السبب فنقدر نحن نقاومه. يعني كل اصل الجديد عمره ما يطلع منه حاجة وحشة. المولود من الله الانسان الخليقة الجديدة في الانسان اللي مولودة من الله لا تخطئ، دي قاعدة. يبقى اللي بيخطئ فينا ده هو العتيق، بس احنا مسؤولين عن حاجة. مسؤولين عنه. طب نصلي عشان ربنا يعينك يا ابي في حربك. ما عارف معلش بدك حريمي ولدك كان بيوزع لنا كل الفكره اللي ممكن احطيها في موقع على 5 فيديوهات ونوزعها في مصر على الناس كلها. الولد ده بيعمل امتحان جنب اوضتك على طول، ممكن ياخد بس اوضتك يوم السبت او حد يكلم اوضتك وياخد بس اوضتك في اي حاجه بتعملها. اه قوي. مين ده؟ اسمه مايكل. هو من الولد بيخدم كان عنده فات معاه في المقطم وكده. حلو خالص كويس. بيعمل اللي هي شهاده المحاربين الامريكيين ديت. دول قلتك تليفون البيت ولا موبايل؟ ماشي يا ابي. البيت ولا موبايل؟ دي لا الموبايل يا ابي. موبايل. الموبايل؟ اه طبعا. اسمه مايكل ابن مايكل اشعري. حاضر يا ابي تحت امرك. اشكرك. الله يحلك وحلنا ويحل ما تمك يا ابي. تصبح على خير يا ابي. سلام. ودي مؤشرات قذارة غرف الاعتراف اللي بتخلي الكاهن يختلي بالنساء في الغرف المغلقة تحت ستار سر الاعتراف، فالنساء تعترف والقساوسة تنحرف. سؤال للمناقشة بالعقل والمنطق، هل مرات الكاهن وبنته بتعترف عند كاهن آخر؟ لو جه الرد بنعم فياريت تقولولنا أسماء بعينها من زوجات الكهنة وبناتهم بيعترفوا عند كاهن آخر. وإذا كان الرد لا يوجد فليه بيقبل الكاهن لنفسه بقبول اعتراف النساء عنده ويعرف أسرار البيوت ومشاكل الأسر وما يقبلش على مراته وبنته الاعتراف عند كاهن آخر؟ ولا الموضوع احنا دفنينه سوا وما فيش اعتراف لإنسان؟ وبما ان القساوسة دفنينه سوا فازاي القمص مارك جاي يبدي استياءه من علاقات الكهنة النسائية برعاية الأسقف أباكير لزكريا بطرس اللي ليه بلاوي وفضايح أخلاقية وبالأدلة والمستندات، واللي من ضمنها نص الخطاب اللي بعته الأنبا دانيال أسقف سيدني للأنبا بيشوي، واللي أكد فيها أن زكريا بطرس شاذ وقواد وحول الكنيسة لبيت دعارة مقابل المال، وقال أن بنته جولييت بتشتغل في البغاء والدعارة وابنه بيتاجر في المخدرات، وده نص الوثيقة. صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس ورئيس دير العفيفة الشهيدة دميانة، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. صاحب النيافة نرجوك بنعمة رب المجد يسوع أن تزيح عنا القمص زكريا بطرس، فلقد تحمل الشعب منه ما لا يطاق، فلقد اشتكى منه العديد من أفعاله التي لا تليق برجل الكهنوت. 1-
في 10/5/1999 جاءني شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة القديس الأنبا برام ببرايتون، تشكو فيها من اعتداء القمص زكريا بطرس على ابنها جورج يوسف اسكندر، وهددت بأن تبلغ الشرطة الأسترالية لو لأني قمت بتهدئتها حتى لا تكون فضيحة للكنيسة المصرية في الجرائد الأسترالية. وهذا ما أشرت له في رسالة سابقة أرسلت لحضراتكم في الرسالة المرسلة بتاريخ 14/5/1999. 2. في 28/2001 أبلغني أحد المخلصين من شعب كنيسة القديس إبرام بأن القمص زكريا بطرس أتى بفتاة من أصول أسيوية وقام بضيافتها في أحد الغرف الملحقة بالكنيسة، وأخبر الشعب بأنها فتاة من أندونيسيا مسلمة تريد أن تكون مسيحية، وقام أهلها بطردها وليس لها مأوى، وستقوم الكنيسة بضيافتها إلى أن ندبر لها مسكن. لكن بعد هذا اكتشفت أن الفتاة تلك ليست مسلمة وليست من أندونيسيا، بل هي باغية من الفلبين، وأنها تقوم باصطحاب عشاقها إلى المسكن داخل الكنيسة بعلم القمص زكريا بطرس، وأنه يأخذ مقابل منها لما تفعله غير مبالي بحرمة بيت الله ولا أي شيء. 3. فضائح أسرته التي تجلب لنا نحن الشعب القبطي الخزي والعار، حيث قامت ابنته جولييت بإقامة نادي للعري، وابنه بنيامين أصبح ملاحقا من الشرطة الإسترالية بسبب تورطه في تجارة المواد المخدرة، وابنه بيتر الذي يدعو إلى معتقدات غير أرثوذكسية. وهناك العديد من المشاكل والتي أخبرتك بها عنه، ولقد فوضت إلى نيافتكم وصاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد المهجر التصرف واتخاذ القرار فيه، فلا أنا أرغب في وجوده ولا حتى أي من شعب الكنيسة. أما الفضيحة الثانية هتكون بطلتها زوجة زكريا بطرس لما تم القبض عليها مع عشيقها في سيارة بإحدى شوارع العجوزة، وراحت ديوز زكريا بطرس لاسم شرطة العجوزة ورجعها البيت بكل بساطة. وده كان نص ما جاء في الشكوى اللي قدمها مجند بقسم شرطة العجوزة للبابا كيرلس السادس في ذلك الوقت. راعي الكنيسة المصرية البابا كيرلس السادس بطريرك كرازة ماري مرقس سلام ونعمة، مقدمه لسيادتكم عزيز غبريال شنودة زكي مجند بقسم شرطة العجوزة بالقاهرة. أبانا كيرلس السادس، تعرضت لموقف سبب لي ألما كبيرا، حيث يوم الثلاثاء 26 يوليو 1966 أثناء خدمتي في القسم قامت شرطة العجوزة أثناء وردية تجول في المنطقة بضبط سيارة تحمل نمر القاهرة رقم 1851 وبداخلها رجل وسيدة في وضع مخل. وأثناء التحقيق معهم قامت السيدة وتدعى التاسوني بالاتصال التليفوني بزوجها ليقوم بإخراجها من القسم قبل يقضي القانون المصري. وحضر زوجها وقد اندهشت عندما رأيته، فلقد كان كاهن تابع للكنيسة المصرية وقد تقبل الأمر ببرود شديد حتى أنه تهجم على ضابط القسم واتهمه باختلاق واقعة الضبط، رغم أنه كانت من ضمن الأحراز الملابس الخاصة بزوجته. وهذا الكاهن كما ذكر في التحقيق يدعى زكريا بطرس حنين، وقد قام بإخراجها من القسم. والآن يا أبانا البابا كيرلس السادس، لي عندك مطلبين. 1. بعد معرفتك بالواقعة أرجو البحث عن هذا الكاهن والتحقيق معه فيما حدث، فالأمر خطير ويشوه سمعة الكنيسة المصرية فيما بعد. 2. مخاطبة المسؤولين والتوسط لديهم لنقلي من قسم العجوزة إلى أي مكان آخر، حيث أنني أتعرض لكثير من السخرية بسبب هذا الكاهن، مقدمه لسيادتكم عزيز غبريال. فتعالوا نشوف تبرير القمص الديوس زكريا بطرس لفضيحته وفضيحة زوجته، وبيشرح نص ورد في كتابه واللي بيقول: أول ما كلم الرب هو شعب قال الرب له شعب اذهب خذ لنفسك امرأة زنا. ايه كلام صعب ده؟ واولاد زنا. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب.
لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. إيه المفاجأة الغريبة دي؟ أولا في بالنسبة لهوشع لما يقول له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا، يقول انت هتتجوز واحدة كويسة لكن هتزني من وراءك. انا مش عايز اقول كلمة وحشة، احمص وتنجب نسلا، وبعدين اوعى تكرهها، اذهب اليها ولاطفها واعدها. ده دليل الحب يا استاذ. حتى لو خانت وزنت بيقول له حبها وروح لطفها وارجعها. اقرب في ذهن منفتح، ما تقراش وانت مغمض. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. انت اللي ايه، انت اللي ايه، اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ وبعدين اوعى تكرهها، اذهب اليها ولاطفها واعدها. ده دليل الحب يا استاذ. حتى لو خانت وزنت بيقول له حبها وروح لطفها وارجعها. اقرب في ذهن منفتح، ما تقراش وانت مغمض. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين، يا حلاوة. وده اللي اتعلموه من كتابهم وبيعلموه لشعبهم اللي بيقول وراهم امين، ولا عزاء للجهلاء والمضحوك عليهم من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.